تمام، روح حطهم في القفص. يلا يلا. ما أحلى الصباح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب جيانكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان في الحلقة هذه ان شاء الله هنطلع كل طيور المزرعة وهنحطها في المزرعة ونشوف كيف رد فعلها، لانه إلنا زمان ما طلعناها. كمان حنطمئن على كل الطيور في المزرعة، وانا تعمدت ان انا اجي من الصبح، وصراحة انا باجي من الصبح، ولكن مش دائما بصور معكم من الصبح، لانه يا اخوان بكون في عندي فيديوهات مصورة في نص النهار في كذا فيديو، فبقول خلص بركن في عندي فيديوهات مصورة، فقلنا انه احنا نعيد لانه زمان ما صورنا لكم الصبح، فخلنا على السريع نروح نشوف طيورنا ونطلعها في المزرعة نشوف كيف رد فعلها لانه زمان ما طلعناها. وخلنا على السريع نروح نشوف، وزي ما تعودنا اربط حزمة الامان وانزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه جرس الفاقد وحزين لصل كل جديد، وخلنا نروح وليس جو. تمام يا اخوان، بما انه زمان ما طلعنا كل الطيور في المزرعة، فحلقة اليوم ان شاء الله هنطلع كل الطيور من الصباح الباكر في المزرعة وحنشوف كل الطيور تبعتنا. طبعا يا اخوان هنبداها في الطيور حماميات اللي في الاقفاص، وطبعا في بالنسبة للاخوة اللي قالوا لي قديش كلفك الاقفاص هذه، فيا اخوان تقريبا القفص كلفني ما يعادل هو $50، يعني القفص $50 بالنسبة للاخوة اللي سألوني. هذا خليه لانه بايض، وراحت عليكم الحلقات اللي فاتت. طبعا اللي راحت عليه الحلقات اللي فاتت، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، لسه من اولها لسه ما طلعناش لسه. طبعا فزع بده يتقاتل، مع شمشوم. طبعا يا اخوان نزلت الدجاجة الحمراء لانه يا اخوان تضرب الكتاكيت زي ما قلت لكم، تضرب هان الكتاكيت. طبعا هم بس الدنيا الصبح عشان يكسق، يعني كانوا في الليل متلمين على بعض وبدفوا حالهم، فبتضرب الكبار ومع اولادها، يعني بتاخد اولادها بتضرب الكبار. فحطيتهم هان يعني مع الفاضي، هذول بياكلوا اكلهم، يعني كل سن لازم يحط معاه كتاكيت من سنه. فالمهم رحت نزلتها وقلت ليش الوجع هذا، هيهم يدفوا بعض. هاي كله قصة، خلنا نطلع هذول لانه بدنا اياهم يتزاوجوا مع بعض ويتم له تكسير ووضع بيض ان شاء الله. مش عارف ايش قصتها الانثى وقضالي هان، مع انه كسرت بيضها غاد، مش عارف صراحة ايش القصة، تفهمها غلط على فكرة، مش هيك اللي اللي برقد. انا امسكها من، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله. طبعا يا اخوان اجينا في الصباح الباكر نشوف طيورنا. طبعا انا امس منظف اللي هو المكان زي ما شايفين، الحوش كله اخذته هيك شحتفته تشحتف، كنسته ونظفته، وكله كله هيك كنسته ونظفته. تان خلنا نطلع الدجاج وحنقولكم على حاجة. طبعا يا اخوان هذا الديك انا خلص يعني انا فقدت الامل، وبالنسبة لمحضية ان انا اجيب واحدة ثانية، فخلص يعني هذه السلالة انا مش على الفاضي يا اخوان، لها اكتر من 6 شهور عندي. السلالة هذه بالذات بتاكل بيضها ان كان من الدجاجة او من الذيك،
فأنا كان نفسي إن أنا أربي الهراثي وسلالتي اللي هو المقاتل، ولكن يا إخوان يعني زي ما تشايفين الأنثى من قبله كانت تأكل البيض، وهيني حطيت مع أناث بلدي على أساس إن أنا أهجن ما بينهم، صار يأكل اللي هو بيض الأناثي، وأنا يعني مش مستفيد منه إشي أكثر من 6 أو 8 شهور. فأنا بعرض للبيع، اللي بده ياخده كغاء يعني هاوي أو إشي، ولكن هو بيأكل البيض، هاي المشكلة اللي فيه. اللي حابب إنه هو يشتريه يعني ينورني. تمام، خلنا أفرجيكم أكثر عشان نكون عبينة. شايفين كيف البيضة؟ لاحظوا، أي شايفين لسه تو مبيوضة، تو لسه عمال. خلنا أفرجيكم عن قرب، شايفين لسه عمال مبيوضة ومكلها. شايفين يا إخوان عمال مبيوضة من الأناثي البلدي البياض، مش عارف شو اقول لكم يعني. للأمانة أنا كان نفسي إني أربي السلالة هذه ويصير عندي إنتاج وهيك، ولكن خلص يعني طلعت نفسي منه بالمرة. 8 شهور فيش إنتاج، خسائر 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 خسائر، يعني مش عارف ايش اقول لكم. خلص يعني مش هنربي، وحارض للبيع، او اقرب فرصة تيجي بيع هبيعه. خلنا نطلعه زي ما شايفين طلع، وهي الاناثي طلعتهم، خليهم يعني يطلعوا بشوية. طبعا يا اخوان خلنا افرجيكم هالشغلة، اخذ رايكم في هالشغلة يا اخوان. خلنا نطلع الحمام بعدين افرجيكم هالشغلة، او اطلع الطاووس كمان. بسم الله، يلا يا حارس، حارس كيت بدها تطلع، ما شاء الله. يلا حارس حارس، بعدين بتعرجتها. تمام، خلنا نطلع الطيور هذه، وحنرجع نشوف الطيور اللي جوا اللي بتزقزق هذه، ولكن خلنا افرجيكم هالشغلة. ايش مال العصفور هذا؟ ثواني يا اخوان، ما زال يلعب، فكرت في اشي. صباح النور، ايش هذا؟ كتاكيت. كتاكيت مين؟ كتاكيت. طبعاً مين هذول؟ طبعاً عبود. طبعاً عبود؟ اه. وش يعني ايش افهم انا؟ لا لا لا، خلوهم عندكم. قالكوا خليهم عندكم؟ اه. ومين بيطعميهم هذول؟ عشان امه منعته تجيب صوصان. طب امه منعته تجيب صوصان، روح رجعهم، صح؟ ايش بدك تسوي فيهم؟ هذول هيموت، مش حيضل هون. خليهم يكبروا زي هدلاك. هدلاك يا عقلب، مين بدهم ياكلوا؟ عقلب مين؟ وعدوا بس يكبروا بصير يقول لك تبعوني وهاتهم. اتفق معاه قبل ما تحطهم، قول له اذا بدك تخليهم يا بتجيب اكلهم تيجي تعتني فيهم، يا اما لما يكبروا احنا نطعميهم، لما يكبروا بنديله 30%، هذا اذا ضل يعني. تمام، بنديله 2، هذا اذا ضل. وين الاحمر؟ يلا حطهم حطهم حطهم، روح طير. اذا بتكون ميت رح تسرح حقه. مين مين هذا؟ هيو فوق بقر ميت. يعني بعد ما جاب لي الصوص الاحمر رايح جايب هدول؟ طب يلا حطهم حطهم، ما شاء الله. كم صوص ولا عدهم؟ شوفوا ما كم واحد عدهم، كيف بتخمل عدهم؟ حطهم عدهم يلا. تمام، خلنا نروح افرجيكم هالاشي اللي انا سويته. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذا الاشي اللي انا بدي افرجيكم اياه. ايش رايكم في اللوك الجديد؟ لوك على جمالها، لوك يعني زبط القعده والحيطه اللي قبال القعده.
صراحة أنا عملت هاللون هذا، مش عارف هل اللون حلو ولا لا. اكتبوا لي تحت في التعليقات يا إخوان هل اللون حلو، يعني اللون هذا الأصفر حلو. صراحة تعبت وأنا بعملها، أخذت مني نص نهار، عملتها ثلاث وجوه. كم واحد؟ 20. طيب فقولوا لي يا إخوان إيش رأيكم في اللون اللي أنا عملته هذا. صراحة لون بامبي، مش أصفر يعني هالصفار، يعني عملت نص الحيطة من هان عشان الأولاد بيجوا بحطوا أيديهم هيك وإيديهم بتكون شوية متسخة. لسه صراحة ما خلصتش من المكان هذا، لسه ما خلصت، فلما أنتهي إن شاء الله أخير. طبعا عملت اللون اللي هذا البامبي، بامبي اللون اللي هو بناني زي لون البنانة، ما تحكي أصفر وتنهينا. المهم وظبطت اللي هو المكان هذا زي ما شايفين، لونت برضو الحجار وجبت الزرعة هذه زي ما شايفين والزرعة الثانية، وهان جبت كمان شوية زرع خلنا أفرجيكم إياه. طبعا القاعدة بدها تكمل لازم يكون في إشي كله مرتب، فزي ما شايفين هذه وقعت من القطة أمس. بابا روح قاعد خلينا نفرجيهم، مش مبين إشي. روح عتمة والدنيا الصبح ومش جاية الشمس. زي ما شايفين جبنا كمان نباتات زي هذه، ونقلت كل اللي زي هذا اللي بطلع ورد نقلته هان في المكان هذا، على أساس إنه أنا لما طلع طيوري ما تاكلهم. طبعا أخذت القلوب لأنه أكلوا الورق اللي زي هذا، أخذت القلوب وحطيت هان القلوب. أول ما تطلع أفرجيكم إياهم إن شاء الله. لونت الحجار اللي أنا حطتهم هان مع المنظر هذا، فكثير كثير كثير حلو، عجبني لون زي البناني هيك. فاكتبوا لي تحت في التعليقات يا إخوان هل اللون هذا يعني حلو أو لا، يعني اللون هذا جاي على المكان ولا لا. اكتبوا لي تحت في التعليقات، على اساس انه يعني هان اصفر وهان اصفر وقاعده وهيك، وصراحه لازم يكون لونه اخضر هذا على اساس انه، ولكن قلت انه اخضر وشجر اخضر مش حلوه، يعني اخضر واخضر لا، خلي في كسر في اللون، اخضر النباتات خضراء واللون ورا اصفر على هوا لون العريشه اللي انتم بتلاحظوها هذه، او المجلس اللي احنا بنقعد فيه هان. فصار المنظر يخبل اكثر واكثر. فاكتبوا لي ايش رايكم تحت في التعليقات يا اخوان على هذا المنظر، صراحه والله يعني تسلم ايديا. خلينا نطلع الذيك. بسم الله الذيك هذا، هذول طالعين، ولكن خلينا نطلعهم ونكشفهم. خلنا نكشهم يا اخوان، طلعهم برا. المتابعين بدهم يشوفوك يا فزاع، بدهم يشوفوك وانت برا. تفضل برا وانت ساكت، بدوش يطلع. تمام، بعد ما طلعنا الديك فزاع زي ما شايفين كبران ما شاء الله، ما شاء الله يا اخوان كبران ما شاء الله. طبعا هاي اول لقاء، نشوف مين بده يغلب. طنشوا ومشي، طنشوا ومشي يا اخوان. مش تبع قتال بالمرة. في ديك صقر، وين راح؟ هيو اكل البيض. تعال شوف في غاد ديك بلدي، نروح شوفه. اسمه فزاع، بنحكي له فزاع. روح روح بعدين تطفح، روح امشي امشي. والله والله جبت لك ديك، روح شوفه. طبعا يا اخوان شجرة المشمش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اذا بتلاحظوا
شجرة المشمش بيجي عليها الخفافيش في الليل، وبالفعل صارت تاكل اللي هو المشمش. إذا بتلاحظوا الشجرة قاصعة من الحمل اللي علاقتها، فرجيكو هذه الخفاش قبعها. طبعا كمان هان في شجرة البوضج أو الأسكادينيا عليها ثمار، هيا خلنا فرجيكو إياها. وبتيجي الخفافيش بتاكل منها، هاي هذا اللون البرتقالي، هذه الثمر هذا البرتقالي، هذا الثمر البرتقالي. فبتيجي اللي هو الخفافيش في الليل وبتاكل من البوطج، البوطش هو اسكادينيا والمشمش اللي عندي في الارض. فبتوقع بعض الثمار وهي بتلقط بتاكل. طبعا في هان الثمار تبعتي يعني بدت انه هي تنضج، ثمار المشمش، ثمار المشمش يا اخوان زي ما شايفين ما شاء الله من عينيها كلها. واذا بنرجع لورا شوفوا كيف الشجرة واقعة، او كيف الشجرة منحنية من كثر الثمار اللي عليها، ما شاء الله نازلة نزول نازلة. فالحمد لله يا اخوان، الحمد لله. تمام يا اخوان، هذا هو كان الفيديو لهذا اليوم. شفنا اللي هو الطيور تبعتنا. خلنا على السريع نروح هيك نشوف الطيور في الأقفاص هان ونسكر معاكم. طبعا خلنا نطمئن على طيور البادجي وطيور الزيبرا والأرانب تبعونا. طبعا أنا نقلت الكتكوت اللي هان يا إخوان، نقلت الكتكوت أو الفرخ اللي هنا، قطعت الكهرباء وحطيته مع الذكر هذا، حسيت انه هو أنثى ولكن لسه جاهل صغير يعني، هو هيو صحة جيدة، فإن شاء الله يطلع أنثى ويتوالفوا على بعض إن شاء الله. وهذول يرجعوا يبيضوا، وهذول يبيضوا ثاني. فالحمد لله يا إخوان، الحمد لله. خلنا نطمئن على طيور الزيبرا تبعونا، ما شاء الله عليهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وكمان على الأرانب طبعا بعد ما نقلتهم في البيت، هذا لحال وهذا لحال، يعني مستنسين مع بعض ما شاء الله. في ألفة، مش ألفت، ألفة، عرفكم لقيت حتقولوا تعلقوا ألفت وألفة. خلنا نطلع هذول تلعبوا، بسم الله. طبعا الحمام يا اخوان لسه الدنيا الصبح مش قادر يطلع، او سقعان مش عارف، كله لابد كله لابد كله لابد. فبس الحمد لله، نحمد الله على كل حاجة. حبايبي بهيك بنكون وصلنا معاكم لآخر الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم في الصباح الباكر. لو حبيتوا الفيديو ادعمونا بلايك، واكتبوا لنا تحت نعيد لكم اللي هو يعني الفيديو هيك إذا عجبكم. وبك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق حتى يصلكم كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة أكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.